من ساحة البريد المركزي إلى ساحة أودا امتدت هذه الطاولات لتجمع عائلة الأطفال وعبر السبيل في أجواء أقل ما يقال عنها أنها بهيجة وتعكس قيم التكافل والتضامن بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري. فبعد انقطاع دام لسنوات بسبب جائحة كورونا نظمت بلدية الجزائر الوسطى مائدة إفطار جمعت أكثر من 2000 شخص. هذه أول طبعا بعد الكوفيد في أحياء العاصمة حوالي 2500 وجبة لكل المواطنين، يعني ماهوش خصوصا لعابر السبيل او المعوزين، يعني كل العائلات الجزائريه يتلموا فوق مائده واحده. التظاهره التي تقاسم فيها الحاضرون مختلف الاطباق الجزائريه التقليديه المحضره خصيصا لهذه المناسبه عملت فيها جمعيه المجتمع المدني بكل جهد لانجاحها. الجمعيه تاعنا يعني بالتنسيق مع البلديه يعني وفرنا يعني كل يعني مجهودات الطاقه البشريه والماديه ايضا من اجل انجاح هذا التظاهره هذه. الطابله جينا نبرزوا بها بلي حنايا شعب جزائري كاع عائله وحده، وين تروح تفطر عندنا حنا كاع فاميليا وحده نفطروا كاع كيف كيف. Nous sommes entre nationalité congolaise, camerounaise et autres. Nous sommes tous des stagiaires, officiers, médecins et parmi lesquels donc nous avons été invités pour ce grand événement organisé par je pense la mairie de Alger. Donc ça fait c'est un signe honneur d'être là. العائلة وممن تقاسموا هذا الإفطار استحسنوا كثيرا المبادرة كونها تعزز قيم التلاحم وترسخ مبادئ التضامن بين المواطنين خاصة في هذا الشهر الفضيل. تشوف بلي هذه مبادرة مليحة، مبادرة جيدة تخلينا نتعرفوا بناس جدد دايوغ وعاود تحية الروح التضامنية في المجتمع الجزائري، وهذه عادات وتقاليد مليحة. هذا وليد بنتي صومناها اليوم مع رسوالو كادو، درنا له كادو قلنا له تصوم اليوم باش غدوة تفطر كاع مع العائلة تاع الجزائر. والله مبادرة في القمة دارتها البلدية الجزائر الوسطى، اجتمعنا الجيران الأحباب، أنا حبطت وليداتي ما نكذبش عليك. اليوم ناكلوا كامل سواسية، ما كان لا فقير لا غني، رانا كامل في هذه الطابلة نجتمعوا أحباب وجيران وأصدقاء. إلى جانب الأوقات الاستثنائية التي تقاسم فيها الصائمون مختلف الأطباق الجزائرية التقليدية، التظاهرة شملت كذلك نشاطات ترفيهية وعروض فنية للأطفال والعائلة الحاضرة.